اهلا يا مدام ميرفت، انتوا الاتنين هتولدوا في يوم واحد. يا سلام يا سلام، ان شاء الله هتكون ولادة سهلة وبسيطة ان شاء الله. عن اذنكم عشان اجهز غرفة العمليات. يا سلام يا علي، اخيرا هولد وان شاء الله هنشوف ابننا الجميل. ايوة فعلا يا سعاد، ان شاء الله تقومي بالسلامة انتي وابننا الجميل. ان شاء الله تقومي بالسلامة يا مدام سعاد. انا بقى ان شاء الله حامل في توأم وهنجيب ولدين ان شاء الله، وتقومي بالسلامة وانا كمان اقوم بالسلامة ان شاء الله. ان شاء الله يا مدام ميرفت. اتفضلوا يلا، انتوا الاتنين هتخشوا غرفة العمليات عشان الدكتور هيولدكم انتوا الاتنين ان شاء الله. دي حاجة جميلة جدا جدا. يا سلام، انتوا الاتنين هتولدوا في توقيت واحد. أيوة شفتي يا مصطفى، يلا بشرة خير إن شاء الله. هيا دكتور طمني، ميرفت عملت إيه؟ الحمد لله، مدام ميرفت قامت بالسلامة زي ما انت شايف اهو، وكمان جابت التوأم ولدين زي القمر، وخلاص راحوا الحضانة وهم صحتهم كويسة جدا جدا. أنا متشكر جدا لحضرتك يا دكتور، متشكر جدا جدا، الحمد لله على السلامة يا ميرفت. الله يسلمك الله يسلمك. شايف بشرة خير يا علي، ان شاء الله دلوقتي هولد وهجيب ابننا الجميل. انا فرحانة قوي ان هو خلاص هيجي. وانا كمان فرحان جدا جدا. ايه ده، الحق يا دكتور حمدي الحق، مدام سعاد خلاص هتموت، وبعدين ده حالتها خطر. انا هحاول انقذ الموقف، استنى بس، يا اما هنقذها هي يا اما انقذ الجنين. الحمد لله مدام سعاد رجع لها النبض اهي. ايوه رجع لها النبض، لكن للاسف يا احمد خلاص فقدنا الجنين. اطلع انت عشان تبلغ جوزها. حاضر حاضر يا دكتور حمدي، انا هطلع بلغه دلوقتي. ها خير يا احمد، طمني طمني سعاد عملت ايه؟ الحقيقة انا مش عارف اقولك ايه يا استاذ علي. خير في ايه، سعاد كويسة؟ طمني قول بسرعة. ايوة مدام سعاد بقت كويسة، بس للأسف اضطرينا نضحي بالجنين عشان مدام سعاد تعيش. ايه اللي انت بتقوله ده؟ سعاد لو عرفت ان هي فقدت الجنين هتزعل جدا، وممكن يحصل لها حاجة. وبعدين لا، لازم اتصرف لازم. خلاص يا بيه ما تزعلش نفسك قوي كده، انا ممكن اجيب لك طفل. ايه اللي انت بتقوله ده؟ هتجيب لي طفل منين يعني؟ ممكن اجيب لك طفل، مش مدام ميرفت اللي دخلت ولدت قبل منها ولدت توأم، انا ممكن اجيب لك ولد من عندها ونقول لهم ان الولد التاني ده مات. هي فكرة وحشة جدا، ومش عارف ازاي هعمل كده، لكن انا مضطر اعمل كده عشان سعاد لو قامت ممكن يحصل لها حاجة لو عرفت ان ابنها مات. خلاص يا بيه، بس المهم انك تدفع لي فلوس كتيرة. ماشي هدفع لك اللي انت عايزه، بس هاتلي الطفل ده. ماشي انا هدبر كل حاجة واجيب لك الطفل التاني، وتطلع بيه من المستشفى وتمشي على طول. ماشي اعمل اللي انت عايزه. اتفضل يا استاذ علي، طالما انت اديتني فلوس كتيره خد دلوقتي ده بقى ابنك الجديد. يا سلام الولد قد ايه، شكله جميل جدا جدا، انا هاخده واهرب بسرعه من المستشفى وهاخد سعاد ونمشي بره بسرعه. ايوه بيه يلا عشان ما تعمليش مشاكل. يا سلام انت ابني الجميل، يلا ده انا هاخدك واخد سعاد ونمشي بره المستشفى على طول. ادي ابنك اهو يا ستي، ها مبسوطه دلوقتي؟ يا سلام ابننا جميل جدا جدا، ده حلو قوي يا علي، وشكله كمان جميل قوي، ده شبهك. ايوه يلا بقى نخرج بره المستشفى. طيب بالراحه، انا لسه والده يا علي، همشي على مهلي. طب بس ايه رايك نسميه ايه؟ نسميه بعدين يا ستي. لا قولي دلوقتي هنسميه ايه يا علي. ممكن نسميه رامي. يا سلام رامي اسمي جميل جدا، طبعا انا موافقه، يلا يا رامي عشان نخرج مع بابا. ايه الحقيقه يا استاذ مصطفى، انا جايبك هنا عشان ابلغك خبر. يعني في ايه؟ اتكلم يا ممرض، في ايه قولي.
الحقيقة ابنك التاني خلاص مات، وده ابنك التاني التوأم، الحمد لله ان هو لسه عايش. ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ابني التاني مات؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ بس مش مشكلة، خلاص يا أستاذ مصطفى، قدر الله ما شاء فعل، الوالدين لسه بيبي وتقدروا تعوضوا إن شاء الله تاني، المهم ابنك التاني هو لسه عايش. أيوة فعلا أنت عندك حق. طيب اديني ابني التاني عشان أروح ومرفت تشوفه وترضعه. اتفضل اتفضل أهو يا أستاذ مصطفى. يا سلام، قد إيه الولد شكله جميل جدا، بس إحنا ملحقناش نشوف أخوه حتى كان شكله إيه. خلاص خلاص يا أستاذ مصطفى، راح عند ربنا بقى. ماشي، أنا متشكر جدا. حمد لله على سلامتك يا ميرفت، ألف حمد لله على سلامتك. الحمد لله يا مصطفى، كانت ولادة سهلة خالص، أمال فين ولادنا؟ هو أنت شايل ليه واحد بس؟ معلش يا ميرفت، الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، البركة بقى في ابننا ده. إيه؟ أنت بتقول إيه؟ بتقول إيه يا مصطفى؟ قدر الله وما شاء فعل يا ميرفت، الحمد لله ان احنا معانا اهو ابننا التاني، وان شاء الله نفرح بيه ونعوض مرة تانية ان شاء الله. لا لا خلاص، مفيش مرة تانية، ربنا يبارك لنا بقى في الولد ده. طيب ولو ان ابننا التاني كان نفسي اشوفه جدا يا مصطفى. خلاص بقى ما تعيطيش يا ميرفت، المهم حمد لله على سلامتك انتي وابننا الجميل ده، قوليلي بقى هنسميه ايه؟ الحمد لله يا مصطفى، الحمد لله، انا زعلانه جدا وفي نفس الوقت الحمد لله نحمد ربنا على ابننا ده، ايه رايك نسميه محمد؟ يا سلام، ده اسم جميل جدا يا ميرفت، خلاص نسميه محمد. وبعدين معاكي بقى يا ميرفت، هتفضلي كده تقعدي تعيطي؟ اهو الحمد لله، احمدي ربنا ان احنا معانا محمد. غصب عني يا مصطفى، اصلا انا ما شفتش ابننا التاني ده ابدا، طب كانوا يوروهوني حتى مره واحده، مش يبلغوني كده بس على طول ان هو خلاص ما عادش موجود. وبعدين ما انت عارف طول ما انا حامل كنت بحلم بالتوأم دول. خلاص يا ميرفت، الحمد لله على كل شيء، وانا كمان نفس الشيء ما شفتهوش. يلا قومي فوقي بقى عشان محمد محتاج لك، وكمان محتاج يغير ويرضع. فعلا عندك حق يا مصطفى، ادهوني، هو ملوش ذنب. شفتي الولد قد ايه محتاج لك؟ ايوه فعلا يا مصطفى انت عندك حق. يا سلام يا سلام، شايف يا علي قد ايه رامي مبسوط وعمال بيلعب؟ ايوه طبعا، امال ايه، مش قاعد في حضن مامته، لازم يقعد يلعب ويكون مبسوط. يا سلام يا سلام، تعالى يا رامي عشان ادلعك يا حبيبي. ايوه ايوه، مين قدك يا عم رامي، اتدلع براحتك. ها انت هتغير منه ولا ايه يا علي؟ الحمد لله ان الولاده كانت سهله وبسيطه، الدكتور ده فعلا ممتاز. ايوه ايوه فعلا، الحمد لله يا سعاد، الحمد لله على سلامتكم اهم حاجه، الحمد لله ان احنا معانا رامي دلوقتي. ايوه فعلا يا علي، شوف قد ايه حلو. أيوة أيوة، جميل جدا فعلا، الحمد لله على كل شيء. أهلا أهلا بيكو يا أولاد، إن شاء الله هيكون عام دراسي سعيد، أهلا بيكو في مدرسة السلام الجديدة. إيه ده، هو أنتوا الاتنين إخوات؟ لا أنا ما عنديش إخوات ولا أنا عندي إخوات. سبحان الله، أنتوا الاتنين فيكو شبه من بعض جدا جدا. طب انتوا اسمكوا ايه بقى؟ انا اسمي محمد وانا اسمي رامي. الله، اساميكوا حلوة جدا جدا. محمد رامي، انتوا الاتنين شبه بعض جدا جدا. ايوة ده احنا اول ما شفناكوا افتكرناكوا توأم. ايوة فعلا يا رامي، احنا شبه بعض، عندك حق يا محمد. بقول لك يا رامي، احنا لازم نكون صحاب طالما احنا شبه بعض، ايه رايك؟ ماشي يا محمد. رامي يلا يا رامي، تعالى تعالى احكي لي عملت ايه في اول يوم دراسه في المدرسه. ايوه يا رامي تعالى عشان نجيب لك حاجه حلوه واحنا مروحين.
يا محمد يلا يا حبيبي تعالى عشان نروح. شايفة يا ميرفت محمد قد ايه اندمج ومن اول يوم بقى عنده صحاب في المدرسة. ايوة فعلا، يلا بقى تعالى يا محمد عشان نروح. ايه ده، بصي بصي يا ميرفت، بصي هناك كده. في ايه يا مصطفى، ابص على ايه؟ شايفة اللي هناك دي؟ مش دي مدام سعاد اللي ولدت في نفس اليوم اللي انت ولدتي فيه في المستشفى؟ اه فعلا عندك حق يا مصطفى، افتكرتها. تعالى تعالى لما نسلم عليهم. اهلا اهلا يا استاذ علي، انت مش فاكرنا ولا ايه؟ ايوه اهلا بيك يا مدام سعاد، انا ولدت في نفس اليوم اللي انت ولدتي فيه في المستشفى، مش فاكراني؟ اه افتكرتك، انت ميرفت مش كده؟ ايوه بالظبط، انا ميرفت وانت سعاد. ايوه صحيح، وابننا هنا في المدرسه. تعالى تعالى يا علي نسلم عليهم، دي ميرفت اللي ولدت في نفس اليوم اللي انا ولدت فيه. ايوه ايوه افتكرتها افتكرتها. سعاد يلا نمشي من هنا بسرعه. ليه بس؟ استنى بس اما نسلم عليهم، ما ينفعش كده يا علي، عيب. لا لا اصل انا عايز ادخل الحمام. يلا يا رامي يلا عشان نمشي. ماشي يا بابا انا جاي. مع السلامه يا محمد. مع السلامه يا رامي. طيب مش تستنوا لما نشوف نتقابل في يوم ايه؟ حتى الولاد هم بقوا صحاب، عشان الولاد يلعبوا مع بعض كويس نخرج، ايه رأيكو؟ فعلا دي فكرة حلوة جدا. ها ايه رأيك يا استاذ علي؟ نخرج؟ لا لا ما اعتقدش ان انا هقدر، اصلا انا عندي شغل كتير قوي. يلا يا رامي قلتلك. يلا يا سعاد. حاضر حاضر، اديني جاية اهو يا علي، ده انت غريب جدا. الحمد لله اخيرا نمت يا رامي. يلا بقى يا حبيبي تصبح على خير، اما اروح بقى اشوف باباك احسن، هو من الصبح وهو مش على بعضه، معرفش ايه اللي حصل له. مالك يا علي من الصبح وانت مش على بعضك؟ من ساعه ما شفنا ميرفت ومصطفى. اخيرا الحمد لله نيمت رامي، تعالى بقى على الاقل نام وارتاح شويه، او قولي مالك في ايه. مفيش حاجه يا ستي، وبعدين معاكي بقى، هو الواحد ما يعرفش يقعد لوحده شويه؟ مش بقولك ده انت شكلك غريب جدا، وكمان بتتعصب عليا بدون سبب. انا مش بتعصب ولا حاجة، عموما انا قايم اهو. خلاص خلاص خليك براحتك، انا هروح انام. ماشي اتفضلي نامي وسيبيني لوحدي. مالك يا ميرفت قاعدة لوحدك كده ليه؟ محمد في المدرسة، قاعدة بقى لوحدك كده ليه؟ مش عارفة اقولك ايه يا مصطفى، عادي بفتكر اخوه، كان نفسي بس اشوفه مرة واحدة. يا ستي بقى ما انا قلتلك يا ميرفت الحمد لله على كل شيء. ايوة طبعا الحمد لله على كل شيء يا مصطفى، بس كان نفسي اشوفه، كان نفسي بس يورهوني مرة واحدة. فعلا عندك حق يا ميرفت، المفروض كنا نشوفه ولو حتى مرة واحدة. الحمد لله يا مصطفى على كل شيء، يلا بقى احسن محمد قرب يطلع من المدرسة. ايوة فعلا خلاص فضله يمكن ساعة وخلاص وهيطلع من المدرسة. اي اي بطني بطني. مالك في ايه يا رامي؟ خير؟ بطني بتوجعني اوي يا مستر. الف سلامة عليك يا رامي، ايه اللي حصلك؟ طيب طيب تعال عشان انقلك المستشفى فورا، انت مش قادر تستحمل خالص يا رامي. ابدا ابدا انا بطني بتوجعني اوي. طيب طيب حالا هنقلك المستشفى، تعالوا بسرعة. انا لازم اروح معاه يا مستر، ما ينفعش اسيب رامي كده لوحده. تروح معاه؟ تروح معاه ازاي بس؟ ما ينفعش، انت باباك ومامتك جايين ياخدوك دلوقتي يا محمد. ماليش دعوة يا مستر، ما اقدرش، لازم اروح مع رامي. خلاص يا ابني ماشي، تعالوا يلا بسرعة عشان نلحق رامي على المستشفى. بطني بتوجعني قوي، بطني بتوجعني. ماشي ماشي يا رامي خليك بس ثابت يا ابني عشان اقدر اشوف فيه ايه في بطنك، انا هعمل لك الاشعة دلوقتي. ماشي بسرعة يا دكتور عشان بطني بتوجعني قوي. شاطر شاطر يا رامي، خليك ثابت كده عشان اقدر اعمل لك اشعة. ها يا دكتور رامي في ايه؟ اهلا اهلا يا استاذ علي اتفضل.
في ايه يا دكتور؟ ارجوك طمنا، ده احنا جايين جري انا وسعاد. في ايه يا دكتور؟ ارجوك طمنا طمنا. مالك يا رامي مالك؟ بطني بتوجعني قوي يا ماما. يا حبيبي يا دكتور ارجوك اعمل حاجه. معلش يا رامي استحمل، هنشوف الدكتور هيقول لنا ايه يا ابني. مش قادر يا بابا بطني بتوجعني قوي. ارجوك قول لنا يا دكتور في ايه، لقيت ايه في الاشعه؟ مدام سعاد استاذ علي طمنونا، ايه الاخبار؟ انا مصطفى جايين نجري لما رحنا المدرسه وعرفونا ان رامي تعبان ومحمد جه معاه، ايه اللي حصل طمنونا. ايوه طمنونا ارجوكوا. بابا ماما انتوا جيتوا، انا ما قدرتش اسيب رامي لوحده. شاطر شاطري. معلش يا محمد دلوقتي رامي هيكون كويس وهيقوم بالسلامه. الحقيقة يا أستاذ علي رامي لازم يعمل عملية مهمة جدا دلوقتي في بطنه، بس في نفس الوقت هيحتاج نقل دم، والدم بتاعه فصيلة نادرة جدا جدا مش سهل ان احنا نلاقيها، ولازم كمان يعمل العملية بسرعة. مش عارف ايه الحل. ايه عملية دلوقتي؟ طب وبعدين هنجيب فصيلة الدم دي منين؟ ممكن اجرب انا يا دكتور؟ انت مش عارف اقولك ايه. عموما تعالى نجرب فصيلة دمك ونشوفها هتوافق نفس فصيلة دم رامي ولا لا. دكتور حمدي ارجوك طمني، ايه الاخبار؟ رامي هيعمل العملية وهتنجح ولا لا؟ في الحقيقة انا مستغرب جدا يا استاذ علي، ازاي فصيلة دم محمد تطلع نفس التطابق بتاع فصيلة دم رامي بالطريقة دي؟ لازم الاتنين دول يكون اخوات توأم، لازم، اكيد في حاجة غلط في الموضوع. ايوه ايوه الاتنين توأم توأم يا دكتور. ايه ارجوك فهمني ازاي هو ابنك وازاي بتقول توأم، في حاجة غريبة، فهمني قبل ما سلمك للشرطة. انا فهمك على كل حاجة، بس المهم رامي يعمل العملية ويعيش ويكون كويس. ايه ايه كل اللي انت بتقوله ده يا استاذ علي؟ كل ده يحصل هنا في المستشفى بتاعتي وكمان من الممرض اللي بيشتغل معايا. عموما الممرض ده لازم هسلمه للشرطة، اما انت انا مش هسلمك للشرطة لان الامر يرجع لاستاذ مصطفى ومدام ميرفت، هما دلوقتي اللي يقولوا هيقدروا يعملوا معاكوا ايه. انا دلوقتي لازم اعمل العملية بسرعة لرامي، انتوا بقى لازم تعرفهم على كل حاجة. حاضر حاضر يا دكتور، انا هروح افهمهم على كل حاجة. ما تقلقوش ما تقلقوش، الولد خلاص خد البنج، هعمله العملية دلوقتي وان شاء الله هيكون كويس. يا استاذ علي انا هعمل العملية الرامي وانت تحكي الاستاذ مصطفى على كل حاجة. انا مش فاهم حاجة، لو سمحتوا تفهموني. عموما انا مش هسيبك يا استاذ علي، طول ما رامي تعبان انا وميرفت على طول هنكون جنبكم، ما تقلقوش. تعالى تعالى يا استاذ مصطفى انا هحكي لك على كل حاجة. وهي دي كل الحكاية. انا اسف يا جماعة، اسف ليكوا كلكم، انا عارف ان انا اتصرفت غلط. ايه ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا علي؟ يعني ايه؟ يعني رامي مش ابني؟ لا انا مش مصدقة. انت صدمتنا كلنا، ازاي تتصرف كده؟ انت حقيقي راجل؟ بس بس يا ميرفت خلاص ما تغلطيش، المهم دلوقتي ان رامي ابننا يقوم بالسلامة. يعني رامي كل ده كان توأمي؟ انا كنت حاسس ربنا يقومك بالسلامة يا رامي. ان شاء الله ان شاء الله هيقوم بالسلامة يا محمد ويرجع لبيتنا، وكمان هتلعبوا مع بعض كتير. ايه بعد ده كله رامي مش ابني؟ هيا يا دكتور ارجوك طمني يا دكتور. الحمد لله العملية نجحت ورامي بقى عال العال وخلاص، ونقلناه الأوضة بتاعته، كل ده بفضلك انت يا محمد عشان اديتله دمك، والحمد لله اخوك دلوقتي بقى كويس جدا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب ان رامي قام بالسلامة. سعاد الحقيقة انا عرفت ان رامي ابني، لكن رامي هيفضل ابنك انت كمان يا سعاد، انت اللي ربيتيه وتعبتي عليه، وتقدري تشوفيه في اي وقت ويكون معاكي في اي وقت كمان. ايه بجد بجد يا ميرفت؟ ايوه طبعا يا سعاد، انت اختي ورامي ابني وابنك كمان.
بس يا ماما ينفع رامي يعيش معانا؟ رامي هيعيش معانا ومع طنط سعاد كمان يا محمد، لأن طنط سعاد هي اللي ربته وتعلقت بيه. أنا متشكرة جدا يا ميرفت، متشكرة جدا. الحمد لله على السلامة يا بطل. ها حاسس بإيه دلوقتي؟ حاسس إن أنا كويس جدا بابا ماما. نعم يا حبيبي إحنا موجودين هنا. أيوة موجودين هنا يا رامي، ما تقلقش. أنا توأمك يا رامي، أنا توأمك. ممكن تفهموني؟ أنا مش فاهم حاجة، إزاي محمد توأمي يعني؟ طيب أنا هسيبكوا بقى براحتكوا عشان تفهموه على كل حاجة. متشكرين جدا يا دكتور، إحنا هنفهمه على كل حاجة. وهي دي كل الحكاية يا رامي، أنا آسف جدا. ايه ده، يعني انتوا بابا وماما اللي مش حقيقيين؟ لا ما تقولش كده يا رامي، هم برضو اللي ربوك. يعني دلوقتي انت عندك اتنين بابا واتنين ماما، حتى لو كنت انت غلطت يا استاذ علي، بس انت ربيت رامي احسن تربية. ايوة انت حرقت قلبنا عليه، وممكن ندخلك السجن دلوقتي، بس انت لو دخلت السجن انت احنا هنستفاد ايه؟ عموما رامي انت دلوقتي بقى ليك اتنين بابا واتنين ماما زي ما مصطفى قال. انا فرحانة قوي عشان انت طلعت توأم يا رامي، وانا زعلان ومبسوط في نفس الوقت عشان طلع عندي توأم جميل زيك كده وهعيش في وسط العيلة دي كلها. ايوة هنفضل دايما جنبك، انا عمري ما هسيبك يا رامي، ومتشكرة ليكو جدا جدا عشان انتوا هتسيبونا في حياة رامي على طول. ايوة طبعا عمرنا ما هنبعدكو عن رامي ابدا. ايوة وسمحناك خلاص يا استاذ علي، والمسامح كريم. ودلوقتي انت يا رامي هتبقى الطفل المدلل انت وسي محمد الصغير ده. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم يا اصحابي، ولو عجبكم روحوا اعملوا لايك واعملوا اشتراك كتير كتير، ويلا بيس.